إحدى القصص المثيرة من عالم التيك توك. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على محب مخلص لنجمة التيك توك الشهيرة ضحى العريبي. هذه القصة تأخذنا إلى عمق عالم الشغف والتفاني الذي يمكن أن يصل إليه المعجبون. ففي عالم التيك توك، حيث يمكن لكل فيديو أن يصبح حديث الساعة، تبرز ضحى العريبي كأحد أبرز النجوم التي تألقت في هذا الفضاء الرقمي. بإبداعاتها الفريدة وحضورها الجذاب، تمكنت ضحى من جذب العديد من المتابعين الذين أصبحوا معجبين حقيقيين بشخصيتها ومحتواها. لكن ما سنناقشه اليوم يتجاوز مجرد متابعة أو إعجاب. تعلق الأمر بمدى عمق الحب والإعجاب الذي يمكن أن يشعر به أحد المتابعين. فهناك قصة لمتابع خصص جزءاً من جسده للتعبير عن حبه واهتمامه العميق بضحى العريبي. هذا المتابع لم يتردد في نقش اسم ضحى على يده، مزهراً بذلك مستوى غير مسبوق من التفاني والتقدير.